أورنيلا، it was a tough game عليكم، خلص فرق كتير كبير. انتو تاني سنة لكم بالدرجة الأولى وعم تتحضروا سنة بعد عن سنة أحسن، عندكم جيم ضد المتحد، كيف رح تتحضروا له ورح تقدروا تربحوا؟ رح نعمل قد ما فينا، عم نشتغل كتير، مثل ما بتعرف نحن فريقنا صغير وبنقصوا كتير أموال وهيك، بس عم نحضر قد ما فينا نجرب ناخذ الفوز. اوكي.